يلا عايزين نعرف انتوا تلعبوا فين؟ احنا بنلعب ساعات في الشارع واحيانا بنلعب في مكان هنا اسمه ارض المرح قريب ساعات هنا قريب يعني ساعات بنروح النادي برضو. طب النادي بتعملوا فيه ايه؟ بنروح نلعب كوره بنلعب وساعات بنلعب كوره مع الايه الكوبات مستخسر عليه ما بنلعبش حق ان نلعب كل ده لو الارض الصغيره مفتوحه للكل ان الكل يلعب فيها. طب ليه مش بتعملوا اشتراك؟ هل في اشتراك؟ هو في اشتراك في احنا كنا مشتركين بس وصلنا لعين سنه عشان المدارس عشان كده وصلنا عشان المدارس وسمنا ده عادي يعني اللعب عادي بس في دلوقتي الكبار هم اللي مستخسر عليها يجي يلعبوا لو انها مفتوحه عادي لاي حد يلعب فيها بس الكوره هم اللي مستخسر عليها. طب انتوا بتلعبوا كوره بس؟ احنا كوره ساعات يعني خلاويص سبت هم عندنا قرايبنا كانوا بيلعبوا كاراتيه وخدوا زمان لسه بيخلصوا. طب انتوا عايزين اماكن شكلها عامله ازاي عشان تلعبوا فيها؟ احنا عايزين اماكن حلوه احنا عايزين اماكن نظيفه اماكن كويسه مش عايزين اماكن وحشه. في هنا رياضات تانية غير الكرة في القناطر؟ في النادي في كاراتيه وفي كرة سلة في كورة برضه في كاراتيه وفي كل حاجة. شفت أنا في جنينة هنا عند المجلس كان واحد مدرب معاه ثلاثة بيلعبوا كونغ فو. أنت عايز تعمل كده؟ أنا بحب الكونغ فو والكاراتيه وأنا. طب ليه ما جربتش تروح النادي هنا تشترك؟ أنا جربت بس مامتي قالت لي في الأجازة الكبيرة. طيب انت بتقول جربت الكاراتيه عملت ايه؟ جربت قبل كده كاراتيه كنت بتدرب كاراتيه بس قطعت عنه لان هناك المدارس جت فقطعت عنه ودلوقتي بقيت العب هنا اشتركت كوره وفي دوري لبس انا في مدرستنا مشترك فيه وداخلين فيه او هنا مدرب صغير يعني داخل فيه باذن الله وده اللي ممكن يفتح لي مجال للكوره. تمام.